السلام عليكم. في يوم من الايام في وقت من الاوقات في فتره من الفترات في سنه من السنين دخلت على اليوتيوب بالليل اتفرج على فيديو 10 دلائل بتدل ان كريستيانو رونالدو من عندنا في شبرا. المهم ان انا ما اقتنعتش وبدات اصدق انه مش من عندنا في شبرا وانه فعلا من المطريه زي ما الناس بتقول. فقلت بقى ايه ادخل انام على صوت الغساله اليدويه على اليوتيوب. لكن وانا بقلب كده لقيت حاجه ممله اكتر من صوت الغساله اليدويه. لقيت مسلسل اللغز والمفروض انه بيتعرض من مسلسلات رمضان السنه دي. فقلت اتفرج واجي اشارككم. مبدئيا كده المسلسل متصنف انه مسلسل رعب، فلو انت بتخاف ما تتفرجش، ولو انت ما بتخافش ما تتفرجش برضو، ده لمصلحتك. المسلسل على اليوتيوب مكتوب عليه اول مسلسل مصري بصوره امريكيه، ولما قلبت في المسلسل اقتنعت فعلا، لان المسلسل ده هو اول مسلسل مصري متصور بكاميرا لابتوب. مع بدايه اول مشهد في المسلسل كده بنلاقي الفنان الكبير القدير العظيم محمد نجاتي طالع سلم الفيلا، ولفت انتباهي انهم عاملين المشهد من غير مزيكا، فقلت ده نوع جديد من الرعب مثلا، لكن طلع انهم سارقين المزيكا، فاليوتيوب اداهم سترايك وقفل لهم الموسيقى التصويريه بتاعت المسلسل كله، فالمسلسل اتحول لمسلسل كوميدي. وفجأة بيلاقي الفنان جثه واحده عندها انتفاخ تقريبا شنقت نفسها، فقام صرخ. انا اول مره اشوف واحد بيدمع من شنبه. بنكتشف ان مشهد نجاتي ده فلاش باك، وبيبدا اول مشهد في المسلسل مع الفنانه نوران وهي بتمثل شخصيه المغني الراحل بوب مارلي، وهي المفروض واحده عندها فيلا فبتاجرها سكن للطلبه المغتربات. استاذه نوران هي اول ممثله تحط ميك اب على شعرها بدل وشها. دي بقى هناء، المفروض انها طالبه في ثانويه عامه وداخله الجامعه وهتروح بيت المغتربات. فتخيلوا دي طالبه في ثانويه عامه، ده ايام ما كانت في الثانويه العامه كان اسمها التوجيهيه. بعدين ليه طالبه في ثانويه عامه ترسم حواجبها جرافيتي؟ بيقعد بقى عم ريحان الجنايني في الجنينه بتاعت الدار، فمره واحده بتطلع له واحده مهتزه كده، بس هو بيشوفها واحده عاديه وبيتعامل معاها عادي. هي مهتزه عشان المخرج يبين لنا انها عفريت وكده، ودي حركه اخراجيه جديده اسمها زغزغني حتى الموت يا محمود. الاستاذه سميره صدقي المفروض انها ام نورهان وصاحبه البيت وصاحبه الدار وصاحبه مرض، لانها ما بتعملش حاجه طول المسلسل غير انها بتبص بعينيها كده. انا مرعبه جدا. استاذه سميره صدقي هي اول انسيه تخوف العفاريت بنظراتها. بتخلص الحلقه الاولى من المسلسل على ان كل الابطال جم الفيلا، وده توفيرا للنفقات. البادجت قليله جدا لدرجه انهم حتى مش عارفين يشتروا علبه جليسرين، فالممثلين بيعيطوا من غير دموع. وادي 30 جنيه ميزانيه الجليسرين في المسلسل. وانت بتتفرج على المسلسل كده هتحس احساس غريب، اللي هو انت بتاكل كاوتش عربيه مثلا، او بتعضعض في تيشيرت لابسه كلب، حاجه كده. المسلسل كله راسم حواجبه جرافيتي، ده كادر جديد في الدراما اسمه صورني يا معلم من غير ما تتكلم. بيبتدي المسلسل بقى يبقى مرعب فعلا، لاننا بنشوف ان استاذه نورهان لابسها عفريت من مدرسه الرقص المعاصر بيتحرك معاها وبيساعدها. وانا اول ما شفت المشهد خفت لدرجه اني ما اعرفش انقل احساسي وقتها، فقلت اصور نفسي وانا بتفرج واوريكم. وادي ب7 جنيه ونص ميزانية الموسيقى التصويرية في المسلسل. تمثيل سميرة صدقي في المسلسل بيدل على ان مش كل حاجة بنحبها نعملها. وفي مشهد كده وهي رايحة تتكلم مع صورة ابو شيرين اللي هي نورهان اللي هي بوب مارلي، جايبين صورة اخو بيتهوفن ومطلعين ابوها. تخيل الورثة بتوع الراجل ده خدوا علم باللي بيحصل في المسلسل. ونفس الكلام برضو لما مشاب اللي شغالة في الدار راحت تبص على صور ابنها اللي مش عارفين راح فين، المفروض ان ده شاب ابن مشاب. ومشهاب فجأة قررت انها تروح تقتل سحر الطالبة في السكن عشان اتخانقت مع شيرين، فأول ما بتروح تخنقها المخرج بيقدم لنا حركة تصويرية جديدة اسمها صدرها للي ينورها. أنا أول مرة أشوف حد بيقتل حد بيخنقه من قفاه. وادي 23 جنيه مؤثرات رعب وإثارة للمسلسل. في بقى اداء رهيب جدا للاستاذه نورهان في المسلسل، لما لقت البنات مش شغالين مزيكا وبيرقصوا فراحت مزعقالهم عشان في ناس زمايلهم بيذاكروا. في ايه اللي عايزه تسمع بتتنقل تحط سماعات في ودنها؟ هي تقريبا لقت ان صوت المزيكا مش مزعج كفايه فقالت تكملوا بصوتها وتطرشهم خالص. وفي مشهد رعب كده الطالبه نزلت تدخل الحمام، فلقت شيرين دخلت الحمام بعد كده شافتها وراها عادي فطلعت تجري على اوضتها. دي زاويه تصوير مهمه جدا اسمها اللقطه الجامده فحت، اللي بتتصور من فوق لتحت.
انا صعب عليا البنت اللي كانت عايزه تدخل الحمام دي، نامت مزنوقه طول الليل. انا اكتر حاجه مجنناني ان عم رحان الجنايني لحد دلوقتي ما يعرفش ان الفيلا مسكونه، كل شويه واحده تطلع له وتختفي فجاه وبيدور عليها، ومع ذلك شايف ان مفيش حاجه غريبه. في يا عم رحان دي حركه اخراجيه جديده اسمها زغللها لحد ما تشعللها. انا خفت من الممثلين مش من الاحداث، يعني الصراحه ادي التمثيل 1/10 عشان عيب نقول صفر. في مسلسلات هاي بادجت وفي لو بادجت، المسلسل ده نو بادجت. وعجبني قوي اداء محمد نجاتي، ممثل متلون، يعني شويه بيتكلم فلاحي في المسلسل وشويه ينسى اصلا فيتكلم عادي. فانا عايز اعرف لو ده السيناريو اللي عجبك وعملته، امال اللي قالت عليه بطاطس كان عامل ازاي؟ ولحد دلوقتي انا مش عارف فين الصوره الامريكيه، تقريبا في صوره امريكيه بجد جوه المسلسل ده، اكيد قصدهم زي دي. ده كادر جديد في الدراما اسمه لا بلاش. وسؤال للفنانه نورهان، احنا من امتى واحنا بنطلب الاكل بالانجليزي؟ I want medium stuffed crust, extra cheese, extra mushroom, extra onion, extra care. Extra news. انتي بتعملي كده ليه؟ في مشهد في الحلقة الخامسة مدته 5 دقايق، المشهد بس عبارة عن انه مشهاب قاعدة بتعيط وبتتشنج ومن غير مزيكا عشان هما سارقين المزيكا فاليوتيوب عاملها ميوت، فانت متخيل الاصوات اللي كانت بتطلع منها كانت عاملة ازاي؟ وادي 70 جنيه ميزانية سميرة صدقي في الحلقة. المفروض في المسلسل ده ان منى عرفه موجوده على البوستر بس مش موجوده في المسلسل ولا التتر، فتقريبا هو ده اللغز اللي قصدهم عليه في المسلسل. في مشهد كده شيرين راحت تاخد ورقه صبار، فعشان هي ساحره جامده جدا بتتحول لضفدع، الورقه مش شيرين، ودي حركه جديده في المونتاج بس ملهاش اسم عشان عمرها ما اتعملت قبل كده ولا هتتعمل. انتوا متخيلين ان مفيش ميزانيه في المسلسل يجيبوا بيها ضفدع؟ في طالبه جديده بتروح تدفع مصاريف الترم بتاعت الدار للفنانه سميره صدقي فبتديها 200 جنيه. لا وبعد كده بتقول لها هو هيبقى في اكل في الدار؟ انا مقدر ان ال 1300 جنيه ميزانيه المسلسل راحوا كلهم على تركيب شعر نورهان، بس ده لو هتاكلوا في بعض 200 جنيه مش هتكفي برضه. وانا عاجبني ذكاء شخصيه مروان في المسلسل، يعني كل اللي بيتخانقوا مع شيرين بيحصل لهم حوادث، سحر بتختفي في ظروف غامضه، ومنى بتختفي، وسماح وشها بيتحرق، وشيرين نفسها بتطلع له ضفدع من ايدها، وفي الاخر يقول لك انا حاسس ان شيرين دي فيها حاجه غريبه. لا ايه وريالا ناصح. مدام فريده قالت لسعيد رجل الامن يحاول يراقب شيرين من بعيد ويصورها، فاحنا حابين نفرجكم على السيشن اللي عمله لها المفروض من غير ما تاخد بالها. اوعى كويس جامد. انا فظيع. والمفروض ان في بنت وشها اتحرق في المسلسل، فقالك اصل ده فيروس جالها لانها بتدرس في كليه الطب. طبعا فيروس معروف اسمه السورماتيزم، وده بيخلي البنات جلدها يتحرق من جوه. لا وفي زميلتها اللي في صيدله المفروض انها بتاخد منومات كتير، فزميلتها بتقول لها بطلي حبوب بقى، فقالت لها ما طبيعي انا في صيدله يعني المفروض اجرب كل الحبوب. من كتر ما مفيش ميزانيه جايبين ترابيزه بلياردو وعاملينها مكتب للظابط. نيلي الطالبه بعد ما شيرين قتلتها بتطلع لمروان حبيبها على هيئه ملاك بس غالبا مطرود من الجنه، وبتقول له كنت قلت لي بحبك من زمان كان زمان حاجات كتيره اتغيرت. زمان ايه ده هم عارفين بعض من 3 ايام. ودي 28 جنيه ميزانيه الواقعيه في المسلسل. هناء المفروض لبسها عفريت، فمفهوم الشخص الملبوس ده انه بيحط كحل تحت عينه، وبيجي لها دكتور يكشف عليها فبيقول ان من الواضح ان الحاله محتاجه دكتور، فبيجيبوا دكتوره تانية تكشف على هناء، ولما اهلها بيقولوا لها طمنينا يا دكتوره بتقول لهم ان هناء هربانه من حياتها، هربانه في دنيا تانية. فانا شايف ان لو كان حد مسح لها الكحل اللي تحت عينها كانت هتفوق وتبقى كويسه وخلاص. شيرين المفروض بتراقب البنات اللي ساكنين عندها، فحط لهم كاميرا صغيره مش باينه نهائي. الفكره ان الكاميرا بتصورهم من فوق وشيرين بتتفرج على فيديوهات متصوره بالجنب. طبعا انت فاكر ان الكاميرا اللي بتصورني موجوده قدامي دلوقتي، انما لا انا بتصور من الجنب. وانا احب احيي الاستاذ اللي بيمثل النور في قلب العتمه اللي خلاني اقول اخيرا ان في حد بيمثل في المسلسل ده. كنت لازم اجي اشوفك. انا اسف، انا عاوز اقابل مامتي علشان اقول لها اني بحبك. خاطرك غالي قوي عليا يا قلب اسلام. وانا اللي ما كانش عاجبني مسلسل بيت الشده، دي حركه اخراجيه جديده اسمها شتتها لحد ما تموتها. اخر المسلسل بقى ما عرفناش ايه حل اللغز، لاننا ما عرفناش ايه هو اللغز اساسا. اللغز تقريبا ان الراجل ده بعد ما قتل شيرين بيضحك كده ليه.
دي زاوية تصويرية جديدة في الدراما اسمها أرجوك انده لأبوك، ويلفت نظر الأداء المبهر اللي فريدة لما بنتها ضربت برصاص. اتضايقت لدرجة انها قالت لها حبيبتي تعالي هدي شوية ومقعدها على الكرسي شوية وهتجيب لها مية بسكر. المسلسل ده قصته مستوحاة من أغنية عو بتاع الدياب. وفي النهاية أحب أقول للفنان محمد نجاتي، يا نجاتي انفخ البلالين عشان عيد الميلاد. سلام.